الاثنين الرابع عشر من شهر فبراير شباط. الرابع عشر من فبراير 2011 هو اليوم الذي مثل للحكومة احتفالية السنة العاشرة لميثاق العمل الوطني، فيما اختار عشرات الآلاف من المواطنين تلبية الدعوة الشبابية للاحتجاج عبر الفيسبوك التي عبرت عن مطالب سياسية شبابية غير منتمية لأي حزب سياسي. حملت شعار الشعب يريد إصلاح النظام. مطالبها إلغاء دستور 2002 الذي فرض على الشعب بشكل غير قانوني، وحل مجلسي النواب والشورى، وتكوين مجلس تأسيسي من خبراء وكوادر من الطائفتين السنية والشيعية لصياغة دستور تعاقدي جديد ينص على أن الشعب مصدر السلطات جميعا، وبرلمان كامل الصلاحيات، ورئيس وزراء ينتخب مباشرة من الشعب، ومملكة دستورية مع فصل واضح للسلطات الثلاث التشريعية التنفيذية والقضائية، وإطلاق الأسرى السياسيين الحقوقيين، وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم التعذيب وملاحقة ومحاسبة المسؤولين قانونيا. كما طالبت الحركة بضمان حرية التعبير والكف عن ملاحقة الصحفيين قضائيا ومنع حبسهم في قضايا النشر، وعدم التضييق على الانترنت، وفتح المجال أمام التدوين، واستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية، وضمان استقلالية القضاء وعدم تسييسه. وأخيرا طالب شباب الرابع عشر من فبراير بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم التجنيس السياسي وسحب الجنسية البحرينية لمن ثبت حصوله عليها بشكل غير قانوني أو بسبب دوافع سياسية. وقد أشرقت الشمس باعتصامات متفرقة في المناطق، وكان أبرزها اعتصام النويدرات بحضور الأستاذ عبد الوهاب حسين، وتلتها مسيرة كبيرة في سترة تقدمها النائب البرلماني الشيخ حسن عيسى والنائب السابق السيد حيدر الستري. عقبتها مسيرات كثيرة في فترة ما بعد الظهر في مناطق الدراز والده والمكشع والقدم والبلاد القديم والعكرة. وقد كانت الصحافة متواجدة بقوة، حيث رصدت قمع بعض الاعتصامات على مداخل القرى والمناطق.